انطلاقا من منهجية وزارة الداخلية في تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل المستمر مع المواطنين والمقيمين وكافة الفعاليات والأطياف. التقى الفريق الركن مع الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية صباح اليوم مع نخبة من أبناء الوطن. هذا وقد ضمت النخبة أصحاب الفضيلة علماء الدين وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جمع من رجال الأعمال والمحامين وأصحاب المجالس والوجهاء ورؤساء عدد من جمعيات المجتمع المدني والمراكز الشبابية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، يطيب لي بداية أن أرحب بكم شاكرا تفضلكم بحضور هذا اللقاء الذي سأتحدث فيه عن شؤون الأمنية الراهنة، إضافة إلى استشراف التحديات الأمنية واستعراض عدد من الخطوات التي نحن بحاجة إلى تطبيقها من أجل تحقيق مستقبل بحريني آمن بإذن الله. كما تلاحظون، فإن الوضع الأمني الدولي يتعرض لاختلال في موازين الأمن والاستقرار في ظل وجود تحديات مقلقة على الساحة الأمنية في مناطق متعددة من العالم، مما أدى إلى إرباك مشاعر الطمأنينة والإحساس بالأمان بشكل عام، كذلك تعزيز مظاهر الحضور الأمني، إضافة إلى تعديل العديد من الإجراءات والقوانين ذات العلاقة بالنواحي الأمنية. أما عند الحديث عن الأوضاع الأمنية الداخلية، أستطيع أن أقول بأننا وضعنا خلفنا حقبة أمنية صعبة لننتقل إلى مرحلة أمنية أكثر وضوحاً. مفاجآتها الأمنية محدودة التأثير، بمعنى آخر فإن المشهد الأمني الداخلي أصبح واضحاً أكثر من أي فترة مضت، ولكن لكل مرحلة تحديات. فقد كانت هناك محاولات لاستدراج رجال الأمن وبأشكال وأساليب مختلفة ومؤثرة من أجل انفلات زمام ضبط الموقف، ولكن هدفنا كان يتطلب ما هو أكبر من مجرد رد الفعل، فإن انتصار دولة القانون والمؤسسات يتحقق بتضحيات جسام، وكنا نرى الحل وما يحتاجه ذلك من وقت لتحقيق الاستقرار بشكل عام. أما بالنسبة للإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، فإنها ليست وليدة الساعة، والأمر هو أن الدولة تستكمل خطوات وإجراءات تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عجلة التطور والإصلاح، وذلك في إطار الوحدة الوطنية، وإنما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المؤسسات والأشخاص مؤخراً، ليست عملية استهدافية انتقامية كما فسرها البعض، أو إجراءات ضد طائفة معينة. إنها في الواقع نتيجة ما قادت إليه التحريات الأمنية من خلال إجراءات عمل مهنية أمنية استمرت لعدة سنوات، وإننا مستمرون في معالجة ما تبقى من البؤر المخلة بالأمن الوطني
التي من شأنها التأثير على أمننا في المستقبل، وإن القانون يأخذ مجرى. لقد كانت هناك ردود فعل سلبية متسرعة في الخارج على بعض الإجراءات الأمنية الداخلية، وكأنهم يريدون منا أن نترك الحبل على الغار، وبرأيي بأنها كانت مواقف منحازة لا تعكس تحري الدقة في معلومات الحضور الكريم. إن من أهم الضمانات الأساسية للأمن حماية مكتسباتنا السياسية والتي يتصدرها المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذا المشروع الذي حاول البعض بكل أسف عرقلته، والسؤال لماذا؟ لكونه مبادرة وطنية ليست مستوردة من الخارج ولم تخضع إلى ولاءات خارجي. إن نجاح هذا المشروع الإصلاحي يرتكز على الجهود البحرينية المخلصة التي تقدم المصلحة الوطنية على أي مصلحة فئوية كانت أو خارجية. ولله الحمد فإن برنامج الإصلاح اليوم يستند إلى القاعدة الوطنية الأكثر صلابة وثقة من أجل العمل على تحقيق أهدافه وتطلعاته الراهنة والمستقبلية. وإنني أؤكد هنا بأن كل من كان له علاقة بمحاولات إسقاط النظام والانقلاب على الشرعية لا يمكن أن يكون ضمن الكوادر السياسية القادمة ولا مكان له في مستقبلنا السياسي. إن ما يجعلني أركز على هذا الأمر السياسي في هذا اللقاء هو أن السبب الرئيسي للاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد كان يرجع إلى ذلك الموقف الفئوي السياسي الذي جاء ليفرض هيمنته على الساحة باسم الشعب. الأمر المهم هو أن هناك جهود أمنية مخلصة تصون الأمن في البحرين، وأشكر كل من ساهم في ذلك، وأجد نفسي ملزماً أن أخص معكم وعنكم بالشكر والثناء لمصابينا من رجال الأمن المخلصين، وأترحم على شهدائنا الأبرار مقدراً بعظيم الامتنان جهود الرجال الأوفياء الذين يؤدون واجبهم ويسهرون على راحة الناس وأمنهم على الدوام، محافظين على التزام وكفاءتهم وانضباطهم في كل مواقع المسؤولية. الحضور الكريم، قبل أن ننتقل للحديث عن المستقبل واستعراض بعض الحقائق عن موقفنا الأمني، أنتهز هذه الفرصة لكي ألقي الضوء على الملتقى الحكومي 2016 الذي عقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وذلك من خلال الأرقام والإحصائيات الإيجابية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والتي عززت الثقة في الأداء الحكومي وكانت دافعاً ملموساً نحو المزيد من العطاء
وتعزيز الاستقرار وتحويل المشهد الإعلامي للتركيز على النمو وعلى المستقبل الاقتصادي لمملكة البحرين. فمؤشرات النمو في الناتج المحلي والزيادة في عدد النزلاء بالفنادق وارتفاع إصدار التأشيرات وكذلك تصاريح الإنشاءات وإصدار السجلات التجارية تعكس بوضوح ما حدث من تطور ونمو بعد أحداث 2011 وحتى اليوم، والتي كان لها الأثر الأكبر في النجاح المميز والباهر الذي عكسه الملتقى الحكومي. والآن دعونا ننتقل للتعرف على بعض إحصائيات الموقف الأمني لنفس الفترة تقريبا، ولكن أول إحصائية نبينها هي معلومات التزايد السكاني، حيث يشير الوضع الطبيعي إلى أن من المفترض وجود علاقة طردية بين عدد السكان وعدد القضايا، إلا أنه ولله الحمد نلاحظ استقرار في معدلات الجريمة بشكل عام، بل هناك انخفاض في بعض الحالات. على سبيل المثال جرائم السرقة، والتي كانت في عام 2008 حوالي 10300 جريمة، انخفضت في عام 2014 لتكون 8300 جريمة، كما أننا نلاحظ ثبات في قضايا المخدرات تقريبا خلال السنوات الماضية. أيضا تجدون أن هناك انخفاض في قضايا الاحتيال في عام 2014 عنه في عام 2007، فقد كان واضحا بأنه في الوقت الذي ارتفعت فيه مؤشرات النمو والنجاح كان خلف هذه الصورة تدني وانخفاض في معدلات الجريمة ومخالفة القانون، وهذا ما يؤكد تلازم العلاقة بين التنمية الاقتصادية والوضع الأمني، فالأمن هو مظلة النهوض والتقدم والتنمية والرخاء والنماء. الحضور الكريم، الآن دعونا نركز على بعض التحديات الأمنية المستقبلية. الأمر الأول هو موضوع الطائفية، فهل يمكن أن نترك تهديد مثل التطرف الطائفي والكراهية إرثاً لأبنائنا، وكأننا نعمل بمقولة فرق تسد؟ برأيي إنها نظرة استعمارية وليست بأي حال من الأحوال نظرة وطنية، وأنا شخصياً لا أؤمن بها على حساب الهوية الوطنية. ويبقى تماسك النسيج الاجتماعي في الوطن يمثل حصانة ودرعاً واقياً أمام أي تدخلات خارجية من شأنها أن تنال من أمن الوطن واستقرار والمجتمع البحريني من خلال إرثه الحضاري وثقافته، له الدور الأكبر في تقوية هذا النسيج وتعزيز وحدته الوطنية. كما استعرض معالي وزير الداخلية جملة من التحديات الأمنية المستقبلية والتي تتعلق بمواجهة خطر التطرف ومكافحة الإرهاب والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية الأمنية للبحرين، فضلاً عن الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات وتطوير القدرات الوطنية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكذلك التحديات المتعلقة بالتهديد النووي خاصة التلوث الكيماوي، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بمجال حقوق الإنسان والمحافظة على النظام العام.
النقطة الأخيرة هي المحافظة على النظام. إن علامات الفوضى كانت من أهم مساوئ الفترة الماضية، علماً بأنه من أهم عناصر النجاح لأي بلد هو احترام القانون والمحافظة على النظام العام، وهو الأمر الذي سنسعى للتركيز عليه في الفترة القادمة، مراهنين على ثقافة أهل البلد والتزامهم وتعاونهم، وأيضاً كذلك على سن القوانين المنظمة لذلك. الحضور الكريم، استكمالاً لهذا اللقاء الطيب وفي إطار الشراكة المجتمعية، فإننا سنعمل على تخصيص يوم يجتمع فيه القياديين الأمنيين بالوزارة مع مختلف أطياف المجتمع لبحث المواضيع المتعلقة بالشأن الأمني، وآمل أن تكون هذه المناسبة في القريب. وختاماً، فإنني أتوجه بالشكر لرب العالمين الذي مكننا بأن نجتمع في ظل ظروف ومؤشرات تبعث على الاطمئنان، وما يمنحنا هذا الأمر من ثقة على مواصلة الطريق لإنجاز ما هو مطلوب منا لتجاوز التحديات التي أمامنا من خلال تضافر جهود الجميع في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.